لو جاتش ابراهيم يا ابراهيم وابراهيم جابا. إبراهيم حسن ظهير أيمن الأهلي الذي انطلق رفقة توأمه حسام عن القلعة الحمراء للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 90 بإيطاليا. اتسم إبراهيم حسن بالسرعة والقوة وامتلاك المهارة أيضا، هو ما دفع الراحل محمود الجوهري للاعتماد عليه أساسيا في تشكيل منتخب مصر بمونديال إيطاليا 90 في جميع المباريات. شارك إبراهيم حسن في 270 دقيقة كاملة للمباريات الثلاث للمنتخب أمام هولندا وإيرلندا وإنجلترا. قدم أداء طيبا فتح أمامه الباب للاحتراف الأوروبي مع توأمه حسام بعد المونديال في صفوف بوك اليوناني ونيوشاتيل السويسري قبل العودة لاستكمال المسيرة في الأهلي بعد عامين فقط. إبراهيم حسن أهلاوي في المونديال.